حالة إصابة أيمن مو عضلية ولا حتى مفصل، حتى ممكن كاساس أن يقيمها أو يختبر أيمن. صح. إصابة ممكن بالأجهزة الوظيفية تتطلب تدخل ممكن من طبيب مختص بهذا الجانب، ولهذا السبب ممكن ذهب لهذه الفحوصات اللي تفضلت بها حضرتك لقطر حتى يطمئن أو يطوه الضوء الأخضر بالنسبة لناديه. المستغرب على ناديه كيف يعطوه لهذه الفترة أنه يدرب لوحده، يعني أنا كنت أفضل أنه اللاعب يبقى في نادي تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية، ومستغرب أنا ذكرت لحضرتك أنه يطوه هذه الإجازة الطويلة بعد عودته للإصابة، كان مفترض أنا أشاهده بنادي يتدرب. يعني هذه التدريبات اللي شاهدناها مع كاساس واللي أيضا بذل مجهود طيب مع أيمن من خلال على الأقل تقدير تحضيره بدنيا ممكن لجهوزيته في أوقات معينة من المباراة اللي تفضلت بها حضرتك، كان مفترض أن تكون مع نادي. الجانب الآخر اللي يجب أن تشكر عليه إدارة نادي الخور بصراحة، يعني اليوم إدارة نادي الخور متفهمة لموقف أيمن ورغبته في تمثيل منتخب بلده، لو غير إدارة ممكن أن تمنع أيمن من الاشتراك أو حتى المشاركة في هذه المباراة، وهذا الجانب لهم الحق؟ هو ما لهم الحق، لكن أنت عندك فترة توقف دولي، لكن هو مصاب، ممكن أن يقدمون تقرير طبي في ظل شكوى عذرا، يعني هو الموضوع لو تفاقم يعني أتكلم بشكل عام ممكن أن يحقون أيمن بهذا الجانب، لكن الإخوان في إدارة نادي الخور متفهمين لوضع أيمن وهذا الجانب اللي والضوء الأخضر اللي من حولي أيمن في مشاركته مع منتخبنا الوطني، ذكرت لحضرتك حالة إيجابية، لكن أنا كنت أفضل أنه أيمن يتدرب مع نادي تحت إشراف كادر طبي بالإضافة إلى كادر اللياقة البدنية الموجود بالنادي، لأن